أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: نحن في ختام هذا المجلس أو في ختام هذه المجالس في سورة المعارج. سورة المعارج أيها الإخوة هي لو تأملناها تجدون أنها مكملة لسورة الحاقة، هي مكملة لها، من حيث أن تلك السورة يغلب فيها تصوير أهوال يوم القيامة وإثباتها، وهذه السورة يظهر فيها بيان أحوال الناس فيها، بيان أحوال الناس فيها وجزائهم، بيان أحوالهم وجزائهم. فتلك تركز على أحوالهم النفسية وأهوال يوم القيامة في ذلك اليوم الذي يظهر فيه أحوالهم النفسية وحسرتهم وألمهم، وهذه يظهر فيها والله أعلم الجزاء، جزاءهم فيها وما لهم وما عليهم، والله أعلم. كلها في إثبات يوم القيامة كما ذكرت لكم. قال الله عز وجل: سأل سائل بعذاب واقع. ما معنى سأل سائل بعذاب واقع؟ يعني دعا داع واستعجل مستعجل في طلب العذاب، كما هو حال الكافرين في قولهم: قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، ويستعجلونك بالعذاب. فهو سؤالهم وقوع العذاب، وقال الله: سأل سائل بعذاب واقع، هو واقع لا محالة ولكنهم يستعجلون. قال الله سبحانه وتعالى: للكافرين ليس له دافع. واقع للكافرين ليس له دافع، لن يدفعه دافع إلا أن سنة الله عز وجل ثابتة في وعد وأجل موقوت مؤقت عنده سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ليس له دافع من الله، لا يدفعه من الله دافع، لأنه سبحانه وتعالى هو الخالق سبحانه وتعالى، صاحب الأمر والنهي الذي له النفوذ التام، وهو الذي خلق الخلق وإليه يرجعون. قال الله: من الله ذي المعارج، ذي المنازل الرفيعة العالية. ولعل هذا المعنى فيه شعار بعظمة الله عز وجل وبعظمة أو بدلالة عروج الأعمال إليه. ذكرت لكم أن السورة تركز على الأعمال والجزاء، فتظهر عظمة الله عز وجل وله المنازل العالية المعارج، وتظهر أن الأعمال تعرج إليه. ولهذا قال الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج الملائكة والروح إليه. فهو دال على المعنيين والله أعلم. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. في سورة السجدة ماذا قال الله عز وجل؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. لا، في سورة الحج ماذا قال الله؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة. وسورة السجدة كألف سنة مما تعدون. فهنا قال كان مقداره 50,000 سنة. فما الفرق بين هذه وتلك؟ ما الفرق
ما المراد هنا وما المراد هناك؟ ويستعجلونك بالعذاب وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إيش في سورة السجدة؟ ها في سورة الحج، سورة السجدة. أي نعم. فما الفرق بينهما؟ فرق، يعني ما الفرق بين 50,000 و1,000؟ يعني ما المراد هنا وما المراد هناك؟ قال تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هنا 50,000 سنة. نعم. فقيل والله أعلم أن الفرق بينهما أن المقصود في ذلك اليوم، اليوم الذي هو 1,000، هو وقت أو قدر عروجهم إلى السماء، عروجهم إلى السماء، وأن يوم القيامة هو الذي مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة. عفوا، قوله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة هو مقدار ذلك اليوم، في مقدار ذلك اليوم 50,000 سنة، وأن وقت مقدار عروجهم إليه في 1,000 سنة. هذا الذي ذكره أهل التفسير والله أعلم. ثم قال الله عز وجل تطمينا لنبيه في عدم تعجل العذاب لهم، تعجيل العذاب لهم مع أنهم يستعجلونه، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يرونه بعيدا لعدم إيمانهم به ولظنهم أنهم سيخلدون أو ليس لهم في الدنيا، ليس لهم بعد الدنيا بقاء وحياة، فقال إنهم يرونه بعيدا، ثم قال الله ونراه قريبا. وهو عند الله قريب لعلمه سبحانه وتعالى وتقديره لذلك اليوم، وهو عند أهل الإيمان قريب بإيمانهم به وبترقبهم لأجل الله عز وجل. قال الله يوم تكون السماء كالمهل، والمهل ما هو؟ هو الزيت. يوم تكون السماء كالمهل، هو الزيت المغلي أو المذاب، يعني أنها بعد أن كانت ممسكة قوية محكمة تكون كالمهل، ليس لها جرم وليس لها سمك، وتكون الجبال كالعهن أي كالصوف المنفوش. فانظروا أيها الإخوة واستحضروا عظمة تلك الأكوان العظيمة المتقنة المحكمة كيف تكون في ذلك اليوم، لا شيء لها ولا جرم لها، وتذهب هباء منثورا. ولهذا كيف سيكون حال ذلك الإنسان الضعيف في خلقته وبنيته؟ قال الله عز وجل ولا يسأل حميم حميما. لماذا لا يسأل حميم حميما؟ كل مشغول بنفسه وحاله وهمه وماذا سيكون من شأنه. يبصرونهم، يبصرون الأقرباءهم وحمائمهم. ولماذا قال يبصرونهم ولم يقل يبصرونهم؟ من هول ما هم فيه. والإنسان إذا كان في هول لا يدرك ولا يشعر شعورا واقعا، يعني تخفى عليه، يخفى عليه من أمامه. يبصرونهم يعني ينظرون إليهم لا يرونهم، ويتطلعون إلى رؤيتهم. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، عياذا بالله. تصوروا يا إخوتي أن الإنسان في ذلك اليوم الكافر، في الإنسان الكافر في ذلك اليوم يضحي بأقرب الناس إليه ويقطع كل
صلة بينه وبين الناس من أجل أن يبقى وأن ينجو. ولهذا قدم الأبناء هنا فلهم أقرب إليه رحمة ومودة ورحوة وألفة. قال الله لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، فهو يريد أن يفتدي بأقرب قريب من أجل أن ينجو، يتخلص من كل شيء من أجل نجاته. ثم قال وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. قدم من هو أقرب إليه ثم الأبعد فالأبعد إلى قال ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. وهل ينجيه ذلك؟ كلا كلا، إنها لظى. في سورة عبسة ماذا قال الله عز وجل؟ فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فما السر هنا؟ قدم الأبناء، وفي ذلك تلك الآية قدم الإخوة. السياق هنا في إيش؟ في الافتداء. والسياق هناك في النصرة، يوم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، يريد أن يستنصر به. فمن عادة العرب أنه يستنصر أول ما يستنصر بأخيه، لأن الأخ بالنصرة أقرب من الإبن، إذ الإبن في العادة في الغالب يكون صغيرا ليس قادرا على النصرة. فقدم هنا في الافتداء أقرب الناس إليه مودة وهم أبناؤه. ولهذا قال الله عز وجل آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فخص الأبناء هنا. وفي ذلك في ذلك الحال في عبسة قدم الإخوة من باب النصرة، والله تعالى أعلم. لكن هنا يأتي سؤال، أين الآباء؟ ذكر الأبناء وأين آباؤهم، وذكر الصاحبة، ذكر الأخ فصيلة، فإن الآباء أو فصيلته هم داخلون في فصيلته التي تؤويه، فصيلته التي تؤويه، وأقرب من يؤويه كان أبواه، والله أعلم. قال الله عز وجل كلا إنها لظى، أي نارا تلظى، ليس له منجى منها ولا مهرب، وليس له حميم ينجيه ولا من يفتدي به. نزاعة للشوى، نزاعة للشوى أي تنزع الجلد واللحم فلا تبقي فيه لحمة وإنما تبقيه عظمة، يا ذنب الله. نزاعة للشوى تشويه شويا فلا يبقى منه جلد ولا لحم. قال الله عز وجل تدعو من أدبر وتولى. ما الفرق بين أدبر وتولى؟ أدبر بمعنى لو تصورنا ذلك في حاله في الدنيا، أدبر بمعنى أعرض عن الخير والذكر، وتولى من الولاية أي تولى غير الله عز وجل من أصنام ومعبودات وغير ذلك. وقد يكون المعنى والله أعلم أنه أدبر رجوعا وتولى بعدا، أدبر رجوعا وتولى بعدا، فحسب سياق الآية في الدنيا أو في الآخرة والله أعلم. قال وجمع فأوعى، ما معنى جمع فأوعى؟ أي جمع ماله فأوعاه، أي ادخره من 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 ال يعني ادخره وجمعه من إيش؟ الوعاء، من الوعاء. فهو جمعه وادخره يظن أنه خالد فيه مخلد أو سيخلد به، كما قال الله عز وجل في سورة الليل ما يغني
وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. لا في سورة الهمزة يحسب أن ماله أخلده، يحسب أن ماله أخلده، فهو إنما يعيه ويجمعه يظن أنه مخلد فيه. قال الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ما مناسبة ذكر حال الإنسان بعد ذكر عذابه؟ أحسنت، هو نتيجة لحاله، هو نتيجة لما كان عليه. ما هو حاله؟ إن الإنسان خلق هلوعا، يعني أنه يهلع من كل شيء يصيبه ويوجل ويضجر ويمل. قال الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا، هذا في طبعه، وهو في الحال الكافر، هذا هو حال الكافر. أما المؤمن فقد ذكر الله عز وجل ما يبين عكس ذلك في حاله: إذا مسه الشر جزوعا، إذا مسه مصيبة وإذا مسه بلاء أو خسارة جزع وولول تحسر، وإذا مسه الخير من النعمة والغنى منوعا، كما قال الله عز وجل: مناع للخير. وكما قال الله عز وجل في سورة قاف أيضا: إيش؟ مناع للخير معتد مريب، معتد معتد مريب، نعم. قال الله سبحانه وتعالى هنا: وإذا مسه الخير منوعا. لاحظوا أيها الإخوة أنه قدم حاله في الشر وأخر حاله في الخير. ذلك أن الكافر حاله في الدنيا لا يؤمن بقضاء ولا يؤمن بقدر ولا يؤمن بالله عز وجل في كونه هو المقدر وهو القاضي سبحانه وتعالى يقضي بما يشاء، فحاله في الأصل جزع وهلع وخوف، ثم حاله في النعماء منع وبخل وحرص وشح، هذا حال الكافر. لكن المؤمن استثناه الله عز وجل في قوله: إلا المصلين. لماذا خص الصلاة أيها الأخوة هنا أو ابتدأ بالصلاة؟ لاحظوا أن القضية متعلقة بالهلع، وقضية مختلفة بالجزع، قضية بالبخل، فهي أصلا في الهلع. فذكر الله عز وجل أولا الصلاة التي هي من أعظم ما يبعث على طمأنينة الإنسان: أرحنا بها يا بلال، أو رحنا بها يا بلال. فلا شك أن الصلاة أيها الإخوة هي أعظم ما يزيل هذا الهلع في الإنسان والخوف والجزع من مصائب الدنيا. فإذا أدى صلاته ووصل قلبه بربه اطمأن قلبه، فهو بين يدي الله عز وجل يصرفه كيف يشاء، متوكل عليه، مؤمن به. فما أعظم أيها الإخوة هذا الربط لقضية الصلاة، وأنها أعظم ما يبعث على الاستقرار ويزيل الهلع والخوف. فإذا أصابك هلع وفزع فافزع إلى الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. أعظم علاج أيها الأحبة، أعظم علاج للخوف والهلع والجزع وما يصيب الإنسان من أرق هو الصلاة. والله إنه لمن أعظم المستشفيات النفسية وأطبائها وعلاجهم. إذا أصابك أيها الإنسان أي شيء يخيفك فالجأ إلى ربك، وأعظم ما تلجأ به هو الصلاة وذكر الله عز وجل الذي به تطمئن القلوب. قال الله سبحانه وتعالى: الذين هم على صلاتهم دائمون. وفي آخر الصفات قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون. والذين هم على صلاتهم يحافظون. لاحظوا أيها الإخوة تكرار لفظ الصلاة: إلا المصلين، الذين هم على صلاتهم دائمون.
والذين هم على صلاتهم محافظون. تأملوا الفرق. المداومة متعلقة باستمرار سنت، والمحافظة متعلقة بذات الصلاة. أحسنت، إقامتها على الوجه الأكمل. هذا الذي يظهر الله أعلم، أن قوله الذين هم على صلاتهم دائمون، هم دائمون مستمرون عليها في كل وقت من أوقاتها، لا يتركون وقتا من أوقاتها. والمحافظة متضمن ذلك المعنى وزيادة، من حيث أنه من المحافظة أن يحفظها كما أمره الله عز وجل وأمره رسوله صلى الله عليه وسلم بأدائه على الوجه الأكمل. ثم تأملوا أيها الأحبة السر البليغ بأنه أتى بهذين الوصفين بين جميع الصفات. يعني افتتح الصلاة، افتتح الصفات واختتمها بالصلاة، ما يؤكد إيش أهميتها وأنها السبب الأعظم في حصول تلك الصفات الباقية، كما قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما أنها تأمر بالخير. فافتتاح الصلاة الصفات واختتامها بالصلاة دليل على أن ما بينها باعث، الصلاة تبعث إليه وتحققه وتكمله. ولا شك لأن الصلاة هي إيمان، هي صلة، هي طمأنينة، تزيد الإنسان وقودا ودافعا إلى الخير ومانعا من الشر. قال الله سبحانه وتعالى والذين هم في أموالهم حق معلوم. كيف في أموالهم حق معلوم؟ يعني أنهم يستشعرون أن من أموالهم حق معلوم. الآية ليست نازلة في الزكاة مكية، وليست في صدقة واجبة، وإنما حالهم من الإيمان والبذل والعطاء أنهم يرون أن في أموالهم حق معلوم. يعني يرى أن في ماله حق لهؤلاء المساكين، يستشعر فضل الله عليه فيزيده ذلك عطاء، ويظهر فضل الله عليه بإعطاء هؤلاء المساكين المحرومين. حق معلوم للسائل والمحروم. المحروم ما هو؟ الذي لا يظهر عليه الفقر ولا يعلم حاله فهو محروم. قيل المحروم هنا لا، هم مثلوا به بالحيوان الجائع، الكلب الجائع أو نحو ذلك. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن المقصود بالمحروم هنا بخلاف السائل، فهو لا يسأل الناس ولا يظهر من حاله، فهؤلاء يتتبعون من يظهر فيهم الفقر وهم متعففون، وهذا من كمال إحسانهم وفضلهم. وهذه الصفة كثير من الناس يغفل عنها أيها الإخوة، أنه يتتبع الفقراء الذين يتعففون عن السؤال، وهؤلاء لهم حق ويعني يعنى له. قال الله عز وجل والذين يصدقون بيوم الدين. لم يقدم هذه الآية ما سببها، ما سرها؟ والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. قدم الصلاة مع أن الإيمان والتصديق بيوم القيامة هنا داخل في الإيمان. فما السر؟ السر أن السياق والله أعلم لما تعلق في شأن الهلع والجزع قدم الصلاة التي سبب لذلك والله تعالى أعلم، مع أن الإيمان هو أصل في ذلك، لكن الصلاة يظهر في هذا الأمر وهو الطمأنينة والسكينة ونحو ذلك والله أعلم. قال والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. لاحظوا أيها الأخوة قوله والذين هم من عذاب ربهم مشفقون وهم مؤمنون، ماذا يعني؟ أنهم يعملون ويصلون ويتصدقون ويصدقون بيوم الدين وهم
مشفقون من ذلك اليوم، كما قال الله عز وجل عنه في سورة المؤمنون: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهم هنا يتصدقون ويصلون ويؤمنون ويصدقون بيوم الدين، ويخشون عذاب الله عز وجل، ولا يطمئنون لعملهم، لأنه لا نجاة بعملهم، إنما هو برحمة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن ينجو أحدكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون. لاحظوا أيها الإخوة تكرار لفظ والذين هم لفروجهم حافظون في صفات المؤمنين في هذه الآيات وفي سورة المؤمنون، أكد على ذلك، وأيضا في سورة النور في أمر الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وغيرها من الآيات، تأكيد على أن هذا حال المؤمنين حقا الذين يحفظون فروجهم، لأن أيها الإخوة هذا الأمر مما يدعو إليه الشيطان ويدخل عليه الإنسان من باب الشهوة ويغريه بها، فأكد الله عز وجل عليه وأعاده وجعله من صفات المؤمنين حقا. قال الله عز وجل: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فتأملوا أيها الأخوة أن هذا الوصف جاءت فيه ثلاث آيات تأكيدا عليه، ولأنه مدخل عظيم من مداخل الشيطان على الإنسان. قال الله تعالى: والذين هم، هذا الحقيقة يظهر فيما نراه واقعا الآن، أكثر ما يغري ويغوي شبابنا اليوم هذه أبواب الشهوات التي فتحت، فما تجد نافذة من نوافذ الإعلام إلا وتجدها داعية إلى ذلك، إلى الفساد وإثارة الشهوات، من قنوات ومنتديات ومواقع ووسائل متعددة انفتحت على الشباب والفتيات، بما نسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويحصنا وإياكم ذرياتنا. وذلك حكمة الله عز وجل أنه أكد على ذلك وكرره تأكيدا وتغليظا عليه. قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ما الفرق بين الأمانات والعهد؟ ولماذا جمع الأمانات وأفرد العهد؟ الأمانات والله أعلم داخل فيها الأمانة التي بين العبد وبين ربه، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول تخونوا أماناتكم. فهي الأمانة بينك وبين الله، وأعظمها أمانة الدين: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فهي أعظم أمانة، وأمانتك التي تتحملها مسؤوليتك عن أسرتك أمانة، ومسؤوليتك في عملك أمانة، ومسؤوليتك في المجتمع والدعوة أمانة، ومسؤوليتك بينك وبين الناس من أمانات خاصة، لذلك جمعها وعددها لتعددها. أما العهد قال: وعهدهم راعون. فالأصل في العهد والله أعلم، الأصل في العهد الذي بينهم وبين الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في سورة الأعراف: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب من قبل. أحسنت. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم من ظهورهم وذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. هذا العهد الذي كان بينهم وبين الله أولا، ثم العهد الذي أخذه عليهم باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم بشهاداتهم قائمون. لماذا عبر بالشهادات بالقيام؟ لأدائها على الوجه الأكمل، القيام إشارة إلى أنهم يقومون بها حق القيام، لأن الشهادة أعظم شهادة يشهدها الإنسان شهادة التوحيد، فهي داخلة في هذا المعنى والله أعلم. شهادة التوحيد يقوم بها حق ويقوم بحقها بما
ما يستلزمها، ثم شهادته، ولهذا جمع هنا شهادته للناس حينما يطلب منه الشهادة فيقوم بها لوجه الله عز وجل، كما قال تعالى وأقيموا الشهادة لله. قال الله تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. قال هنا في جنات مكرمون، وقال في سورة المؤمنون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فما السر في قوله هنا أولئك في جنات مكرمون؟ والله أعلم أنه هنا لما ذكر الله في حال القيامة وذكر حال الكافر وذكر حال أهل الجنة هنا وأنهم في كرامة وأنهم مكرمون تشريفا ونعيما من الله عز وجل، هذا الذي ظهر لي والله أعلم. قال الله تعالى انتقال للسياق إلى الكافرين، فما للذين كفروا قبلك مهطعين. نزلت حينما كان المشركون يجتمعون على النبي صلى الله عليه وسلم يتطلعون إلى ما يقول ويرون ماذا ويسمعون القول. قال فما للذين كفروا قبلك مهطعين، يأتون مسرعين مقبلين إليك، عن يمينك وعن الشمال يجتمعون، وعن الشمال عزين يعني متراصين، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. يعني قالوا إن كان هذا نعيم أهل الجنة المؤمنين فنحن أعظم منهم جزاء عند الله. يعني لما سمعوا هذا النعيم تطلعوا إليه وقالوا نحن عند الله أعظم مكانة وفضلا وجزاء من هؤلاء المؤمنين. قال الله فما لهؤلاء، فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. تذكير لهم بأصلهم الذي خلقوا منه لعلهم يرجعون. ولاحظ أنه قال ما قال كلا إنا خلقناهم من نطفة، تذكير لهم بأصلهم حتى يتأملوا ويروا أنهم من الضعف صائرون، باعثا لهم على الإيمان بالله عز وجل. ثم قال الله عز وجل فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم. هنا انتقل السياق إليهم في توعد شديد. قال الله فلا أقسم برب المشارق والمغارب. لاحظوا أيها الأخوة أنه قال هنا فلا أقسم برب المشارق والمغارب، قال في سورة المزمل فاصبر رب، نعم رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وقال في سورة الرحمن رب المشرقين ورب المغربين. فما الفرق بينهما؟ أن هنا السياق وارد في باب القدرة، لذا قال فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. فلما كان السياق في القدرة جاء التكثير مناسبا الجمع. وفي سورة الرحمن هو في تعدد النعم، الزوجين الشمس والقمر الجن والإنس، فجاء بالتثنية من باب تعداد النعم. وفي المزمل جاء السياق في إيش؟ باب أي باب إيش؟ وحده لماذا؟ التوحيد، أحسنت. ولهذا قال الله عز وجل فاتخذه، لا قبلها لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. هذا الذي يظهر والله أعلم في سر التفريق بين رب المشارق والمغارب. قال الله عز وجل على أن نبدل، إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، لن يسبقنا على عذابهم ولن نعجز عن عذابهم، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث أي القبور سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. والنصب هنا هي أصنامهم، يعني الله عز وجل كما يقيس حالهم في البعث كحال سعيهم إلى الأصنام، هم يسعون ويوفضون ويسرعون إلى أصنامهم ونصبهم لعبادتها، فهم يوم القيامة سيخرجون من الأجداث سراعا، يوم يدعو الداعي
يدعوهم فيسجعون إليه ويجيبونه. قال الله عز وجل: خاشعة أبصارهم، خاشعة من الحسرة والذلة والخزي والعار الذي هم فيه، ترهقهم ذلة. فهو عذاب حسي يظهر في أبصارهم، وعذاب معنوي يظهر في ذلتهم وما في نفوسهم من الحسرة. قال الله عز وجل: ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. فرجع السياق إلى الحديث عن ذلك اليوم ووقوعه، لكنك ترى أن السورة تركز على أعمالهم وجزائهم. فلهذا سورة المعارج هي في الحديث عن يوم القيامة، لكنها في حال جزائهم وأمرهم في الوعد الله عز وجل للمؤمنين بالجزاء والنعيم، وعد الكافرين بالعذاب الأليم. وأما سورة الحاقة فهي في أهوال يوم القيامة وحال الناس فيها. هذا أيها الإخوة ما تيسر، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله ممن يجعلنا من المتعظين المتذكرين بكتابه. وما أعظم أيها الإخوة أن هذا الجزء الحقيقة جزء تبارك كثير منه يركز على أحوال يوم القيامة. فأنا أوصي إخواني بأن يكرروا تدبره والوقوف مع آيات يوم القيامة وأحوالها وتصوير وتصورها، ذلك ما يزيد الإنسان استعدادا وتذكرا لذلك اليوم. نسأل الله عز وجل يجعلنا ممن ذكر وتذكر، ونسأله تعالى يجعلنا من المتقين المنتفعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.